يا ذي الباب، يا داشين، يا طالعين، وليتني ساكن. بس حلو الديكور، ها؟ بعد الرجلون عقب برنامج رجعنا. ترى فان حد فان. بعد المزوج؟ ما مزوج. ورا؟ تو الناس. تو الناس، توك شاب، يعني احنا المفروض حتشوف الحين بنكه. الحين بنكه. محمد عندك عيال؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. الحين بعد بنكه، الحين بنكه العيال، الحين ترى بنكه. فيصل حامل، سوري، اسف 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 اسف. شو اسمه، معرس؟ كم عمرك؟ لا لا اوكي، وضعك تمام. 30 بنكه، 30 بنكه. لا 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 تزوج، بقول لك انت الحين مو بالنضج المطلوب على فكره. اي 30 بنكه. انس لا تلعب رياضه سله؟ لا الحين بنكه، الحين بنكه. اي ما 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 في صالح، ايش فيك بتموت؟ صالح متزوج صح؟ لا لا متزوج، مو مزوج. ترى حين بنكه. من الشباب متزوج عيال؟ ما في الا محمد نزيه وهاني. هاني متزوج؟ لا هاني مو مزوج. متزوج؟ لا لا. كم عمرك؟ كم مزوج انت؟ لان قد يعود. كم عمرك متزوج؟ لا عيل، لا انت عادل عادل. بس انا يبط شابلي اللي تزوج 40، شليه خلاص. متى بتربي؟ متى ذي يعني ولدك بيكبر؟ هلا خلاص مت انت. بنية، ما نقول كبرت في السن، يعني نوصفت. انت يمه حبيبة قلبي، امي يعني. انت شلون تسألينها يمه؟ الحين ما عرستي زين، من اللي يخطب من؟ اي واحد. السؤال اساسا وايد ذكي، يعني في ذكاء. حتى اينشتاين كان يحلم بمثل هالاسئله. انت تعرفين هي الحين ما عرست؟ لا، فليش تسالين ليش ما عرست للحين؟ وثاني شيء، مو هي مثل ما قلت لك، مو هي اللي تملك. انزين، البارت الثاني من السؤال، وعلي ليش هي في حربه في صدرها داشه؟ شفتي عين منها طايحه مدللها اللون؟ ادميه قدامك صاحيه قاعده تضحك، امورها طيبه، خصوصا اذا كانت في عرس ولا اذا كانت في جمع من النساء. ما عرستي؟ وعلي ما علي يما، الله يكتب لك. ايش فيك انت؟ ليش حزينه؟ هي مو بحزينه، انت ليش حزينه؟ ليش تسببين الجرح ذي للبنت زين، وهي اساسا مو بحزينه وامورها طيبه؟ لحين ما، لا والله يما، يعني ايش اسمه، الله ما كده. لا ايش كثر صار لكم يما؟ انت ايش دخلك يما؟ ليش هي بروحها شيء هنا يعورها لما جاب الرجل بروحها ام ريله تقط لها نغزتين ثلاث كل يوم، وكان البنية عندها سويتش. ها احمل تشك، يلا يلا احمل احمل شط نزل، يلا احمل اصكه. ايش دخلها هي؟ مو بشيء جسمها، مو بشيء من الله سبحانه وتعالى. زين انت ما شو اسمه، ايش فيك؟ كلهم صغار هني. انا ايش فيك؟ ما ايش فيك عماد؟ ما عرس الحين؟ لا ما عرس. تلاحظ ان اللي يسالونك كلهم يعرفونك زين، يعني قاعد وياك قاعده، ولا واحده خالط 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 بنت خالط عمت يدت احد. ليه ما عرست والله؟ ليش ما عرست؟ ما عرست. ايه ليش ما عرست؟ زين يمكن في شيء لازم اقوله. ما عرست اسباب خاصه. شلون تطقون تدشون على الناس بدون لا احم ولا دستور؟ او ان شيء قضيه صارت بواحد من اخوه تدشون عليه بدون لا احم ولا دستور؟ مثلا
خذ هذه بعد، هذه اللي انا تعجبني. متى انت؟ لا حليف والله العظيم صديق، لو ما قلت لي انت انا ما دريت، انت ترى متنان. لا صدق والله انا ما دريت، يعني انا كنت ادورك صدق، تو شوف الستي ادورك ادوار عشان تقول لي ان انا متنان ولا ضعفان، يعني انا ما ادري، يعني انت بتفتح حوار الحين بي ضعفانه وتوها تدري، والله العظيم توها تدري، يعني هذا هو الحوار، هذا هو الحوار اللي ممكن ينفتح بينك، او ممكن انه يكون باب لحوار بينك وبين شخص، في نفس الوقت انت قاعد تدخل في عمقه، وممكن ان انت قاعد تحط يدك على جرح هو اساسا يبي يسد اذنه، ما يبي يسمعه وما يبي يتذكره ويبي يريح من نفسه، وانت بكل جمال وبكل روعه يو علي ما حملتي. لا والله كنا ننطرك امه، كنا ننطرك تين عشان انا احمل، لان انت لو ما يتجن انا ما بحمل ولا حتى رايلي ممكن يحمل اذا بغيته. ايش لكم الناس؟ واحد مستانس اموره طيبه عائلته كلها طبيعيه، زين اساله كم ايش عندك من عيال؟ اساس اصلا شو تسالني ايش عندي من عيال؟ يعني من الاساس انت ليش تسالني ايش من عيال؟ انا اقصد لحظه، وانا ما اقصد الناس الاهل، مقصد اوكي ايش عندك مع عيال؟ والله الحمد لله عندي 4 بنات. اوه الله يعوض عليك، شنو الله يعوضك؟ شو مساوي؟ اذا هو مستانس شنو انت اللحظه انت شو محزنك؟ انت اساسا ايش دخلك؟ اوه الله يعوض عليك، ولا واحد عنده اولاد؟ وبين رب العالمين ان شاء الله يا ربي يفرحك ببنت. ما ابي يا اخي، انت عندك شيت حياتي وتبيني اعرس مثل ما انت تبي، وتبيني مرتي تحمل مثل ما انت تبي، وتبيني انا بنات واولاد، تبي 2 اولاد واثنين اولاد. تدري شلون انا قبل ما انا عقب ما اطلع من عند امي، عقب ما انولد من عند امي، خذني وقعدني قدامك وحط لي الباكج كامل، ابيك تسوي هاللون، ابيك تسوي هاللون، ابيك تسوي هاللون، ابيك تسوي هاللون، اوكي ماشي. ناس اللي يقول لك كل ما يشوفني واحد عماد هذه شنو، ايش دخلك انت هذه شنو، ايش دخلك هذه شنو، هذه شنو، انت مالك شغل، ليش حاط هذه في يدك؟ ولا هذه لان ما كان هني، هاي المفروض احطها في كان في خشمي وشلتها وحطيتها في يدي، مالك دخل. الله العظيم يعطون موعد حق الذي وخلونا. مرحبا، اهلين. هلا شلون انت جاي حق نفس ال يا حق نفس الوظيفة صح؟ اختي؟ الله يسامر. يا عماد عبد الله. أهلين. يسامر. مذيع كنت في التلفزيون. شايفتك. إي بس فنشوني. الله يوفقك إن شاء الله. سلمك. اختي أنت متزوجة؟ لا. مش ريال وين راحوا؟ ميان ريال. ميان. عندك عيال؟ ايه عفوا قصدي يعني مو متزوجة فأكيد ما عندي عيال. أكيد صح. أنت ما بيتكم شنو في أم الحصان؟ لا مو أم الحصان، ظهر أنك مشبه علي. وين بيتكم عيال؟ مسامح بس لأن كنا شايفة يا أم الحصان يا أم وجه، يعني نفس نفس الشيء. عندك إخوان متزوجين؟ عندي 3 أخوان. 3 أخوان متزوجين. 3 أخوان يعني ريايل. إيه. ريايل متزوجين. أكبر مني. إيه. أكبر مني. وعلي علش حما زواجتي ورا. ليش تصرف علي؟ لا يعني بس أنا. قاعدة على شبتك. لا لا بس يعني أسأل يعني أنت عارف إن يمكن يصير زملاء في الوظيفة قبل ما يفنشوني منها بعد ذي. الأمور طيبة. انت الحين صج على طاري اصرف علي، انت الحين ابوك. الو من؟ هلا. لا لحين ما من؟ لا لحين ما دخلت، لحين ما دخلت من قبل. اذا الوالد الله يخليها لك ترى سلمي عليها، لان جابت هالفطفوطه الحلوه ذي. الله العظيم اول ما اخلص ما بكلمك. يلا حبيبتي، باي 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 باي. الوالده؟ انا اذنك بس شوي. الوالده؟ الوالد؟ سلمي عليه وايد موجود، هو اكيد بيتصل اكيد موجود. انا بعد من كذي فنشوني بالاعلام، سالت شوي غبيه. انزين شنو فرس احلامك؟ اكيد مبان، اكيد عارف ما حد ياخذ هالخطوه. وين تبي توصل؟ ليش ما تبي توصل؟ نجرب تعرفين، لان ذيلي منادينا المفروض موعد احنا ندش على المدير الساعه 1. صح صح. حتى انا سالت عنه طلع مو معرض. على شنو؟ شو؟ مقدم على أي وظيفة؟ ملقوف. يناسب. هذه تعرفينها من؟ لا. هاي فيصل ومو معرس وتقدم حق ثنتين ما بغوه.
لأنه مينون. إن شاء الله تعرف كل من. مول. بس سلمي على الوالدة أمانة. يوصل. أمانة. لأن أكيد متناسي في شكلمه يوم يوبتها. لازم نحترم مشاعر غيرنا. لازم قبل ما نقطع الكلمة لازم نحس فيها إحنا نفسنا لو انقطعت الكلمة علينا إحنا. في خصوصيات، في ناس كثر حتى من أقرب الناس لهم ما يبي يسمعها ولا يبيك تبطل الباب. لا يا أخي لا تبطل الباب، هو صاكة ومرتاح أنه هو صاكة وما أعطاك الحق أنك تبطل له هذا الباب. لازم نقدر مشاعر الآخرين، وفي أمور كثيرة ترى مو بأنت الضوء اللي بتسلط عليه وبتعلمه، هو عارف هذا الشيء وهو يعرف شلون يعيش في حياته، مو منتظر من أحد نصيحة إلا إذا كان طالبها.